بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا السؤال يعني أورده أحد الأحبة عبر واتساب، يقول من هم أكثر قوم تحدث عنهم القرآن أو حذر منهم ولماذا؟ يعني ملخص السؤال. الحقيقة أيها الأحبة، هناك ملاحظة في القرآن أنه كثيرا ما يذكر بني إسرائيل أو اليهود. طبعا ما يسمى حاليا بدولة إسرائيل هم اليهود، وهم من ذرية إسرائيل عليه السلام، وهو نبي كريم له ذرية كانوا من الصالحين، والله فضلهم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فعلوا مثل إبليس عندما أكرمه الله ووضعه في الجنة ووضعه مع الملائكة الأطهار، استكبر، والآن إبليس يطغي الناس. تصوروا، بني إسرائيل أكرمهم الله ونجاهم من فرعون وأرسل لهم الكثير من الأنبياء، يعني نحن لا نعلم إلا القليل من الأنبياء الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل. الله تعالى يقول عن الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فكثير من الأنبياء جاءوا وكانوا يقتلون النبيين بغير الحق. طيب لماذا ذكرهم الله كثيرا؟ يعني حتى عندما نبحث عن اسم سيدنا موسى في القرآن أو عن الأنبياء عموما، نجد أن اسم موسى أكثر نبي تكرر في القرآن هو اسم موسى عليه السلام. أتذكر بحدود 136 مرة أكثر اسم نبي ذكر، يعني النبي محمد ذكر اسمه 4 مرات، ومرة أحمد 5، يعني وهكذا. سيدنا عيسى 25 مرة، آدم 25 مرة، سيدنا موسى ذكر 136 مرة، يعني لأهمية هذا الحدث أو لأهمية التحذير من هؤلاء الذين بعدما أكرمهم الله وفضلهم على العالمين وأرسل لهم الرسل والأنبياء وأنزل عليهم المن والسلوى، عبدوا العجل، استكبروا، يحيكون الخطط الخبيثة ويمكرون بالناس. وحتى يومنا هذا إذا بحثت عن أي مشكلة عالمية اليوم تجد وراءها من؟ اليهود. ابحثوا عن المشاكل في العالم الإسلامي اليوم تجد وراءها اليهود. دول تسقط بتخطيط من اليهود، تسقط دول، تفكك دول. فلذلك قضية اليهود وبني إسرائيل قضية عالمية أيها الأحبة، قضية عالمية. لماذا؟ لأن القرآن كتاب عالمي، وأراد من 7 مليارات وأكثر الموجودين حاليا أن يحذروا هذا العدو. لذلك قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، من؟ رقم واحد اليهود والذين أشركوا، يعني الملحدين والمشركين، رقم اثنين، أما رقم واحد اليهود. لذلك بما أن القرآن كتاب عالمي ويقدم النصائح للبشر ليضمن لهم السعادة في الدنيا والآخرة، تحدث كثيرا عن بني إسرائيل ومكرهم وقتلهم للأنبياء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا يعتدون. أرسل الله عليهم فرعون، حتى اسم فرعون ذكر كثيرا في القرآن، وقصة موسى هي الأكثر ذكرا في القرآن مع بني إسرائيل.
وفرعون كان يسومهم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. على الرغم من ذلك، هذه المجموعة الصغيرة كانت تعبث في العالم مثل اليوم. يعني اليوم تجد يحيكون المؤامرات ضد دول العالم، يسعون للسيطرة على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى الإعلام. يعني انظروا، إمبراطوريات الإعلام وراءها يهود، إمبراطوريات المال وراءها يهود، سقوط الدول وراءها يهود. لذلك أنا كمؤمن وأنت كمؤمن ينبغي أن نحذر من هؤلاء اليهود، ولو أن القرآن لم ينهى عن التعامل معهم. على فكرة، يعني لكي نكون منصفين، النبي تعامل مع اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير كما في البخاري. والنبي يعني أنت لابد من التعامل مع كل أطياف البشر، مذاهب وديانات وعقائد وحتى الملحدين وكل الناس. المؤمن أيها الأحبة، أنا أشبه المؤمن بومضة خير، بمثل المطر، أينما حل نفع. المؤمن يتعامل مع كل الناس، لا يكره أحد، لا يحقد على أحد، يتمنى الخير لكل الناس. ولكن بنفس الوقت ينبغي على المؤمن أن يحذر. يعني المؤمن ليس غبي أيها الأحبة، المؤمن فطن، كيس فطن. أنت تتعامل مع كل الناس وتدعو كل الناس إلى الحق وتحب الخير لكل الناس، ولكن بنفس الوقت القرآن حذرك من هذه الفئة، فتأخذ حذرك منها، تأخذ حذرك من فئة معينة لا أيمان لهم، مثل الملحدين مثلا، فئة غير موثوقة. لذلك يعني عندما تحدث القرآن عن الذين قالوا إنا نصارى مثلا، انظروا القرآن منصف أيها الأحبة، يعطي لكل حق حقه. عندما تحدث عن النصارى ماذا قال؟ يعني بلغة اليوم المسيحيين، قال ولتجدن أقربهم مودة من للذين آمنوا، من الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. القرآن منصف، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إذن القرآن لم يكفر أهل الكتاب، انتبهوا أيها الأحبة، القرآن لم يكفر أهل الكتاب، لم يقل بالجملة كفار، لا، القرآن دقيق، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهذه القاعدة موجودة في كل أنواع البشر، حتى بين المسلمين تجد المنافق والفاسق، وتجد المؤمن وتجد الزاهد. هذه السنة كونية. لذلك ملخص أحبتي في الله لهذا السؤال، ذكر الله بني إسرائيل كثيرا في القرآن، ذكر قصصهم، ذكر مكرهم، قتلهم للأنبياء، عدم وفائهم بالمواثيق، تحريفهم للكتاب، يشترون به ثمنا قليلا. فويل، هذه نزلت باليهود، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.